معنا في هذا اللقاء حقيقة إمام كبير وعالم خليفة فقيه ورع متواضع عابد زاهد، كان من أخشى عباد الله لله نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، كان صاحب أخلاق فاضلة من بيت نسيب شريف، ومع ذلك كله جمع الله له هذه الفضائل الكثيرة كما سمعتم بعضها. هذا الذي قال عنه سفيان الثوري أن العلماء كانوا عنده تلامذة، العلماء كانوا عنده عند هذه الشخصية التي سنذكرها في هذا اللقاء، العلماء في ذلك الزمان الذين هم كثر وما هم عليه من العلم والورع والفهم والقدم الراسخة في نصوص الكتاب والسنة، كانوا عند هذا العالم الإمام الرباني تلامذة. توفي وهو لا يزال شابا صغيرا لم يتجاوز 40، ومع ذلك طارت سيرته في الآفاق، وعده بعض المؤرخين الخليفة الخامس، إنه الإمام الكبير والخليفة الراشد أبو حفص عمر بن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم الأموي القرشي المدني المصري رحمه الله رحمة واسعة، أمير المؤمنين الشهيد السعيد. كل هذه الأوصاف نالها رحمة الله عليه رحمة واسعة. عمر بن عبد العزيز اسمه على وجه الدقة هو عمر بن عبد العزيز بن مروان ابن الحكم، ومروان بن الحكم هو الخليفة المعروف الأموي، هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية دولة الأموية ابن عبد شمس ابن مناف ابن قصي ابن كلاب، إلى النسب المعروف، هذا نسب كالشمس، وهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. عبد مناف له 4 من الولد، له المطلب، له هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. هاشم الذي منه النبي صلى الله عليه وسلم هو الهاشمي، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم. فهاشم ونوفل وعبد المطلب وشمس وعبد شمس، هؤلاء إخوة، أبوهم من؟ عبد مناف. لذلك في الكلمة المشهورة التي قالها معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه للذي نقل له دفاع علي بن أبي طالب عن معاوية على الخصومة التي وقعت بين علي ومعاوية، تعلمونها رضي الله عن الجميع، وقعت بينهم معركة صفين الشهيرة في سنة 37 للهجرة، تراح ضحيتها ألوف من المسلمين. ذكر معاوية في مجلس علي بن أبي طالب فدافع عنه علي بن أبي طالب، لأنه ليس معنى أنني أختلف معك في قضية ما أرضى بغيبتك، كانت صدورهم سليمة، لم يكونوا كحال المنافقين، المنافق إذا خاصم فجر، أما هم كانت صدورهم سليمة طاهرة، إذا فعلا عندهم الخلاف لا يفسد الود قضية، أما في زماننا مجرد كلام، يقول المتخاصمان لبعضهم البعض ترى نبقى إخوة والخلاف لا يفسد الود قضية، كذبوا. في كثير من الأحيان تتنافر القلوب لمجرد أن يتدابر يقع كل منهم في عرض الآخر إلا من رحم الله. هذه الصدور تختلف، هذه القلوب النقية تختلف. فكان على خلاف معه في أمور السياسة وما وقع بينهم رضي الله عنهم، فتكلم أحد الناس في مجلس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على معاوية فدافع عنه علي، دافع عن معاوية، نقل هذا الكلام إلى معاوية، فقال معاوية: أتدري لماذا قال ذلك؟ طبعا زيادة على أخوة الإسلام والإيمان، قال: من أجل المنافية، من أجل المنافية، لأن علي بن أبي طالب هو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف،
فجده الرابع أو الخامس هو عبد مناف، ومعاوية كذلك، معاوية بن أبي سفيان بن أمية، معاوية بن صخر ابن أمية، ثم ابن عبد شمس ابن عبد مناف. فيشتركون بنو أمية وبنو العباس وبنو هاشم جميعهم مردهم إلى عبد مناف، هو جدهم. فهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز رحمه رحمة واسعة. طبعا قوله الإمام الحافظ العلامة المجتهد هو كان فقيها، فقيها عالما قبل أن يزين هو الخلافة. غالب البشر إذا تولوا المناصب كالإمارة أو غير ذلك أو الإدارة أو ما شبه ذلك، لا سيما هنا الخلافة، خليفة المسلمين أمير المؤمنين تحته من الدول والكنوز والجيوش ما الله به عليم، ففي الغالب الذين جاءوا بعد الخلافة الراشدة وبعد زمان معاوية رضي الله عنه، لأنه كان الملك العظيم كما قال عليه الصلاة والسلام الخلافة 30 سنة ثم ملك ورحمة، فمن جاء بعده يعني بعد معاوية زانتهم الخلافة، يعني الخلافة زادتهم شرفا، إلا لكن عمر بن عبد العزيز هو الذي شرفت الخلافة به وهو الذي زانت الخلافة به، لما له من الصلاح والورع والخشية والعلم نحسبه كذلك والله حسيبه. فهو إمام في العلم، حافظ للحديث، علامة، مجتهد، زاهد، عابد كما نرى الآن زهده يعني منقطع النظير، زهده تضرب به الأمثال، هذا هو الزهد الحقيقي الذي قام به عمر بن عبد العزيز. هذه صورة مشرقة، لأن الزهد يكون أفضل ما يكون عن ظهر غنى. أما الفقير الحافل المنتف يقول أنا زاهد، خلاص ما عليك بتكون زاهد. الزهد متى يكون؟ الحقيقي، إذا ملك الإنسان الثروات والأموال ثم يكون زاهدا، ليس بخيلا. فرق بين البخيل وبين الزاهد. ولذلك يعني جلس اثنان من العلماء يقارنان بين عمر بن عبد العزيز وبين أويس القرني، أويس القرني الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وتابعي، بل أرشد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يطلب من أويس أن يدعو له، إلى هذه الدرجة. وربما تأتينا شرح سيرته في الأيام القادمة إن مد الله في العمر. فظهر أن عمر ابن عبد العزيز أكثر زهدا من أويس. لماذا؟ لأن أويس كان فقيرا، فما يظهر الزهد بشكل حقيقي، لكن عمر خليفة، سنرى كيف كان زاهدا، لم يكن له إلا ثوب واحد، قميص واحد فقط، ونرى ورعه وتواضعه، لم تمتد يده على أموال المسلمين ولو لفلس واحد، بل كان ورعا في هذا المجال، ورعا له القدح المعلى. هو السيد أمير المؤمنين حقا أبو حفص القرشي نسبا، الأموي نسبا، المدني كان نزين المدينة. كثير من أهل العلم يقال فلان فلان المدني، فلان المكي، فلان البصري، فلان الكوفي، فلان الشامي، الدمشقي، الحمصي، المصري، ثم إذا نظرت إلى نسبه لا يرجع إلى المدينة ولا مكة ولا مصر ولا، لكن ينسب لذلك، يقولون نزيل مصر، نزيل مكة. إيش معنى النزيل؟ يعني عاش فيها، هو من أهل العراق ثم نزل المدينة ومكث وجاور هناك. كذلك كان عمر ابن عبد العزيز
في فترة شبابه طلب من والده الذي كان أميرا على مصر وهو مصري الولادة، ولد في مدينة حلوان وهي معروفة في مصر، ولد هناك عمر بن العزيز، ولد في سنة 61 من الهجرة على المشهور من كلام أهل العلم. وسنة 61 للهجرة سنة معروفة ولا لا؟ السنة هذه ما الذي وقع فيها؟ مقتل الحسين، قتل الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه شهيدا سعيدا في معركة الحرة، قتل مظلوما رضي الله عنه وأرضاه. فولد في سنتي في هذه السنة في سنة 61، ولد في حلوان في مصر، وكان أبوه آنذاك أميرا على مصر من قبل عبد الملك ابن مروان. وعبد الملك ابن مروان الخليفة، خليفة المسلمين، هو عم عمر بن عبد العزيز. وسنرى كيف أن الخلافة ساقها الله عز وجل سوقا، وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عظيم: من كانت الآخرة هي همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا هي همه جعل الله فقره بين عينيه، عند ملايين في البنك أرصدة، يعني لو جلس يصرف بهذه الأموال والثروات ربما إلى الجيل العشرين من أحفاده ببذخ وإسراف لن تنتهي، ومع ذلك يقول فقير. كلنا نخاف الملمات، نخاف الفتن، نخاف البورصة تنزل، نخاف العقار يروح. جعل الله فقره بين عينيه، ما يشوف إلا الفقر. من كانت الدنيا أكبر هي همه أو هي أكبر همه جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه شمله. نعوذ بالله، نعوذ بالله أن يجعل الدنيا أكبر همنا ولا يجعلها هي مبلغ علمنا. يشتت عليه شمله، مو عارف يلحق، يروح يمين يروح يسار، شتت الله عليه شمله. ثم قال: ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. طبعا لا يعني ذلك أن يجلس الإنسان بطال ما يعمل، لا، هذا غلط، يأثم. فعمر بن عبد العزيز ما أراد الدنيا، كان زاهدا فيها، لأن في الأصل على حسب التسلسل الوراثي للخلافة عمر بن عبد العزيز من أبناء عبد العزيز بن مروان بن الحكم، والخلافة لا تكون في أبناء عبد العزيز، الخلافة تكون في أبناء عبد الملك. كيف انتقلت الخلافة من عبد الملك، من أبناء عبد الملك إلى أبناء عبد العزيز، وسيقت إلى 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 عمر بن عبد العزيز؟ إنه لم تكن الدنيا هي همه نحسبه كذلك ونذكر الله، نرى كيف انتقلت إليه. كما قلنا ولد في هذه السنة سنة 61، ثم عندما نشأ وقد ناهز البلوغ في مصر في مكان ولادته، وقلنا السبب في ذلك لأن أباه كان واليا على مصر، أبوه عبد العزيز، من قبل أخيه أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان. قال لوالده، وقد كان والده يعني هم وعزم على أن يرسله إلى أي ثغر من ثغور المسلمين أو إلى أي بلد ليتعلم ليتفقه، فقال له عمر: يا أبتي، إن كان ولا بد فأرسلني إلى المدينة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأتعلم على فقهائها وعلمائها. وفعلا أرسله إلى المدينة ومكث هناك، وأخذ عن أكابر أهل العلم، وأخذ عن الجهابذة من العلماء. لم يطمح للملك والرياسة والإمارة، مع أن عمه كان أمير المؤمنين الخليفة، ترك هذا كله وأقبل على العلم والمعرفة والقرآن. ولذلك كما قال السيوطي: جمع القرآن وهو صغير، جمع القرآن وهو صغير،
ونشأ نشأة علم ودين إلا أنه كان مما يظهر عليه قبل أن يتولى الخلافة أنه كان شابا وسيما، مع أنه كان يعني أسمر اللون، لكنه كان شابا وسيما جسيما جميل الطلعة والمنظر، فكان فيه شيء من المبالغة في التنعم والترفه. هذا صحيح، هذا ثابت عن عمر بن العزيز أنه كان مترف في شيء من الترف والتنعم، هذا قبل توليه الخلافة، وهذا لا يعارض، هذا وإن كان أمرا يعني لا يستحسن، لكن لا يعني ذلك أن الذي يظهر عليه شيء من الترف والنعم أنه إنسان فاسق. الله عز وجل يقول: أما بنعمة ربك فحدث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبدي. وقلنا ذلك مرارا وتكرارا، كل بحسبه. فالذي وسع الله عليه واغدق عليه من النعم هذا ابتلاء، والنجاح في هذا الابتلاء أن يشكر الله تبارك وتعالى. فإن الابتلاء له نوعان، الابتلاء نوعان: ابتلاء بالشر أو بالضراء كالأمراض وغيرها، وطريق السلامة منه بالصبر. والنوع الثاني الابتلاء بالسراء كالأموال والصحة والعافية والمنصب والولد والزوجة والأمن والأمان، وطريق السلامة من ذلك والنجاح فيه الشكر. فنسأل الله أن يبتلينا بالنعم وأن يعيننا على شكرها. لا يتمنى الإنسان الابتلاء بالضراء، هذا سفه. هذا جاء عن بعض المتصوفة، هؤلاء المنحرفون في فهمهم، المنتكسون في فهم الدين. يقول أحدهم: اللهم أن يسألك ابتلاء لترى مني صبري. وما الذي أدراك أنك ستصبر؟ ربما تفتن. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاصبروا. لكن في البداية سل الله العافية والسلامة. لذلك يعني ربما يؤخذ عليه المبالغة في الترفه والتنعم، نعم هذا أمر لا يستحسن لا من عمر ولا من غيره، لكن كونه وهو من بيت الخلافة أن يظهر عليه شيء من النعم وشيء من دون تبختر وخيلاء وزهو وتعال، هذا لا إشكال فيه. وقد كان سادات الناس قبله ممن كان فيهم شيء من الغنى وشيء من السعة في الرزق، كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كان غنيا، عثمان من أثرياء الصحابة، عبد الرحمن بن عوف كذلك، سعد بن معاذ كذلك، وغيرهم كثير، ولم يعبهم ذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. المهم هذا كان مما أخذ عليه أنه كان في شيء من التنعم والترفه، وهذا قبل أن يتولى الخلافة، ولكن هذا لا يعارض إمامته وزهده وورعه في نفس الوقت. عندما توفي أبوه عبد العزيز وكان عمر في المدينة، دعاه عمه الخليفة عبد الملك ابن مروان إلى الشام، وضمه إلى عياله، عنده الوليد بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك، كل هؤلاء أبناء عبد الملك بن مروان، وغالبهم تولى الخلافة. فضم ابن أخيه إلى أولاده، ثم سرعان ما برز بينهم كالنجم، حتى أن عبد الملك أخذ يفضله على أولاده لما وجد منه من دماثة الخلق ورجاحة العقل والديانة والصلاح والزهد في هذه الدنيا. فما كان من عبد الملك الخليفة أمير المؤمنين إلا أن زوج ابنته فاطمة ابنة عبد الملك لعمر ابن عبد العزيز. وهذه المرأة الصالحة قد حازت الفضائل، حتى قيل في فضلها: بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. يعني أبوها خليفة وجدها خليفة، أخوانها خلفاء، وزوجها خليفة، بعد ما تحتاج إلى واسطة، هذه بغت تمشي شغلها.
فأبوها عبد الملك بن مروان الخليفة، وجدها مروان بن الحكم الحكم خليفة، وإخوانها خلفاء، الوليد بن عبد الملك تولى الخلافة، وسليمان بن عبد الملك تولى الخلافة، فهي بنت الخليفة وجدها الخليفة وأخت الخلائف أو الخلفاء وزوجها الخليفة فيما بعد، أن عمر بن العزيز أصبح خليفة المسلمين. فتزوجها رضي الله تعالى عنه ورحمه، ثم ولاه عمه أمير المؤمنين الوليد ابن عبد الملك أو ابن عمه، عندما توفي عمه عبد الملك تولى الخلافة من؟ ابنه الوليد بن عبد الملك، ولى عمر ابن عبد العزيز إمارة المدينة، قال أنت أمير المدينة، وذلك في سنة 86 إلى سنة 93، يعني 6 سنوات مكث واليا على المدينة في خلافة الوليد ابن عبد الملك. ثم جرى بعد ذلك موقف. إذن الآن نتصور خليفة المسلمين الوليد بن عبد الملك ابن عم عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز أصبح واليا على المدينة 6 سنوات. ثم عندما حضرت الوفاة الوليد بن عبد الملك، المفروض الآن تنتقل الخلافة لمن؟ لأخيه سليمان، لأن جميعهم أبناء من؟ عبد الملك بن مروان، الوليد وسليمان وهشام أبناؤه والخلافة فيهم. ولكن الوليد بن عبد الملك عندما شعر بدنو أجله أراد أن يكسر هذه القاعدة وأن يجعل الخلافة لذريته وأن يحرم أخاه سليمان من الخلافة، يعني الصراع المعروف على الكراسي، كراسي الحكم. فجمع الوليد بن عبد الملك، جمع أبناءه وأبناء عمومته وإخوته، وأراد منهم التأييد لهذا القرار، فوجد تأييدا لا بأس به من أبناء عمومته ومن أقربائه، ووقف عمر بن عبد العزيز قال له هذه بيعتنا، بيعة في أعناقنا، فإن الخليفة تكون أنت وولي عهدك أخوك سليمان، ولا ننقض هذه البيعة. فغضب عليه الوليد بن عبد الملك، فما كان إلا أن طينه. إيش معنى طينه؟ هذا كان مصطلح عندهم، طينه يعني جعله في غرفة وأغلق جميع منافذها بالطين، ما يدخل فيها حتى نسمة هواء ولا طعام ولا شراب، أراد أن يقتله. وفعلا صبر عمر بن عبد العزيز على هذا البلاء، ومكث 3 أيام وكاد أن يموت، ولكن لله في خلقه شؤون. جاءت الشفاعات إلى الوليد بن عبد الملك يشفعون لعمر، يعني مثل هذا ما يفعل به، هذا الفعل الشنيع، مثل هذا يعني يكرم ويقرب. فشفعوا في عمر، وفعلا ذهبوا مسرعين بعد أن قبل الوليد الشفاعة وسامحه وعفى عنه، ذهبوا مسرعين إلى هذا المكان، فتحوه وإذا برقبتي قد سقطت على جسده، وكان يعني قريبا من الهلاك، فأخرجوه رحمة الله رحمة واسعة وأكرموه. فحفظ سليمان بن عبد الملك، حفظ هذا الموقف لمن؟ لعمر، إنه موقف رجولي، وقف معه ولم يقبل بنقل الخلافة إلى أبناء أخيه الوليد. مرت الأيام، توفي الوليد بن عبد الملك، سارت الأمور على ما كان متفق عليه أو هو معروف في تلك الدولة، أن الخلافة انتقلت إلى سليمان بن عبد الملك، فأصبح سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم هو الخليفة، وهو لا يزال حافظا لذلك الموقف الشجاع من عمر. طبعا عمر ما عمل هذا الموقف طمعا في شيء أبدا، إنما فعله من باب الموقف الشرعي، هذه بيعة كيف ننقضها. سليمان الذي تولى الخلافة الآن أيضا دنا أجله،
المفروض أن تنتقل الخلافة لمن؟ إما لإخوته، وإما أن تنتقل الخلافة إلى أبنائه، لأنهم كلهم من ذرية عبد الملك، بينما عمر من ذرية عبد العزيز، عبد العزيز ليس له في الخلافة. فعندما شعر سليمان بدنو أجله، وكان أحد المقربين إليه وهو رجاء بن حيوة يقول: لما كان يوم الجمعة لبس سليمان بن عبد الملك ثيابا خضرا من خز، الخز الحرير، طبعا هذا فيه نظر، يعني الحرير محرم على الرجال. قال: ونظر إلى المرآة، إلى المنظرة، فقال: أنا والله، شوف سبحان الله كيف أن الشيطان يغرر ابن آدم، قال: أنا والله الملك الشاب، أعجب بي بهيئته ومنظره، فخرج إلى الصلاة يصلي بالناس الجمعة، فلم يرجع من صلاة الجمعة، يعني سويعات يسيرة أو دقائق يسيرة بعد أن قال هذه الكلمة وأعجب بنفسه، فلم يرجع حتى وعك، أصيب بمرض. فلما ثقل كتب كتابا، أو كتب كتاب عهده إلى ابنه أيوب، أحد أبنائه أيوب. قال: عندما شعر سليمان بدنو الأجل أمر الكاتب وقرب رجاء بن حيوة ليكتب هذا الكتاب أنه يعهد بالخلافة لابنه أيوب وهو غلام لم يبلغ. فقلت، والقائل رجاء بن حيوة، قلت: يا أمير المؤمنين، وما تصنع به؟ إن مما يحفظ به الخليفة في قبره أن يستخل أو أن يستخلف الرجل الصالح. أنت الآن توفيت وتركت أيوب الصغير على هذه الأمة، ربما الناس يلعنوك وأنت في قبرك، فلتكن حسن السيرة وطيب الذكر ويلهج الناس لك بالدعاء، استخلف عليهم رجلا صالحا. فقال: كتاب أستخير الله به، أو أستخير الله به، وأنظر لمن أعزم عليه. فمكث يوما أو يومين ثم خرقه، يعني مزق هذا الكتاب لأيوب ورجع عن رأيه. ثم دعاني، دعا رجاء بن حيوة، فقال: ما ترى في داود بن سليمان؟ ولد الثاني زين داود، نوليه ولا لا نوليه الحكم؟ فقلت، يقول رجاء: هو غائب بقسطنطينية، القسطنطينية الآن في تركيا في أرض الجهاد في زمانهم. قال: هو غائب بقسطنطينية، وأنت لا تدري أحي هو أم ميت. قال: يا رجاء، فمن ترى، من الذي أوليه وأكتب إليه العهد؟ فقلت، يعني رجاء، رأيك يا أمير المؤمنين، أنت اللي تقرر، لست أنا الذي أقرر، لكن فقط أنا أعطيك المشورة، وأنا أريد أن أنظر من تذكر، أنا فقط أعلق على من تذكر من الأسماء، لكن لا أستطيع أن أقول اجعل فلانا. فقال: كيف ترى في عمر بن عبد العزيز؟ فقلت: أعلمه والله فاضلا خيارا مسلما. قال سليمان: هو والله على ذلك، ولئن وليته ولم أولي أحدا من ولد عبد الملك من إخواني وأبنائي لتكونن فتنة، مشكلة، ولا يتركونه أبدا يلي عليهم، إلا أن أجعل أحدهم بعده ويزيد ابن عبد الملك أخوه يزيد يومئذ غائب على الموسم، موسم الحج. قال: فاجعل يزيد ابن عبد الملك بعده. إذن هذا التصرف من سليمان جعل الخلافة لعمر، عمر خارج الحسبة، لكنه يعني توفيق من الله ومشورة من هذا الرجل الصالح رجاء بن حيوة. ثم قال سليمان: إذا أصبحت الخلافة لعمر، أبناء عبد الملك من أبنائي وإخوتي لن يدعوه. هذا الذي وقع، عمر مات مسموما كما سنذكر الآن، ولكن ليهدي الأمور قال: اجعلوا الخلافة بعده، بعد عمر، يزيد ابن عبد الملك وهو أخوه، لتهدأ النفوس وليعلموا أبناء عبد الملك أن الخلافة سترجع إليهم مرة أخرى. فكتب الكتاب، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز، إني وليته الخلافة بعدي ومن بعده يزيد ابن عبد الملك، فاسمعوا له وأطيعوا واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع فيكم.
عن سهل بن يحيى بن محمد المروزي قال أخبرني أبي عن عمر أو عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال لما دفن أو لما دفن عمر ابن عبد العزيز سليمان بن عبد الملك، خلاص سليمان مات وانتقلت الخلافة إلى عمر، دفن الآن، ماذا فعل رضي الله عنه؟ هل أخذ يبتسم ويتقهقه ويفرح أن الخلافة جاءت إليه؟ أبدا. قال وخرج من قبره، بمجرد أن دفن وخرج من قبره عمر، خرج من قبر سليمان، سمع للأرض هدة ورجة، ردحة في الأرض كان زلزال. فقال ما هذا؟ فقيل هذه مراكب الخلافة يا أمير المؤمنين، الموكب جاءك الآن لأن أصبحت أنت الأمير المؤمنين، قربت إليك لتركبها. فقال ما لي ولها، نحوها عني وقربوا إلي بغلتي. فقربت إليه بغلته فركبها، فجاءه صاحب الشرطة، صاحب الشرطة يسير بين يديه بالحربة موكب، فقال له عمر تنحى عني، ما في داعي هذا الموكب هذا الأبهة، لماذا كل هذا؟ تنحى عني، ما لي ولك، إنما أنا رجل من المسلمين. فسار وسار معه الناس حتى دخل المسجد وصعد المنبر، واجتمع إليه الناس فقال أيها الناس إني قد ابتليت بهذا الأمر بالخلافة من غير رأي كان مني فيه ولا طلبة له ولا مشورة من المسلمين، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي، أنتم في حل من بيعتي، فاختاروا لأنفسكم، تشاوروا، أنزعوا نفس الآن من الخلافة. فصاح الناس صيحة واحدة قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك، فلأمرنا باليمن والبركة. فلما رأى الأصوات قد هدأت ورضي به الناس جميعا حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال أوصيكم بتقوى الله، فإن تقوى الله خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله عز وجل خلف، واعملوا لآخرتكم، فإنه من عمل لآخرته كفاه الله تبارك وتعالى أمر دنياه، وأصلحوا سرائركم يصلح الله الكريم علانيتكم، وأكثروا ذكر الموت، وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكم، فإنه هادم اللذات، وإن من لا يذكر من آبائه فيما بينه وبين آدم عليه السلام أبين حيا لمعرق له فيه الموت، وإن هذه الأمة لم تختلف في ربها عز وجل ولا في نبيها صلى الله عليه وسلم ولا في كتابها، وإنما اختلفوا في الدينار والدرهم، وإني والله لا أعطي أحدا باطلا ولا أمنع أحدا حقا. كانت هذه خطبته التي استهل بها عهده الميمون الذي استمر لسنتين، قرابة السنتين ونصف، كعهد الصديق الأكبر، كعهد أبي بكر، سنتين وستة أشهر، لكنه حصل من الخير والبركة والاستقامة في الرعية وفي البلاد والعباد ما الله به عليم. ثم قال يا أيها الناس من أطاع الله وجبت طاعته، ومن عصى الله فلا طاعة له، أطيعوني ما أطعت الله، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. نختم سريعا بذكر بعض مواقفه وثناء أهل العلم عليه. قال سفيان الثوري الخلفاء خمسة: أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورين، علي رضي الله عنه وأرضاه المرتضى، وعمر بن عبد العزيز. وهذا حقيقة في شيء من التجاوز، وإلا خامس الخلفاء الحسن بن علي بن أبي طالب، تولى الخلافة لستة أشهر عليه رضوان الله، ثم تنازل الحسن السيد، تنازل لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واجتمع المسلمون على خليفة واحد، ولذلك يسمى هذا العام بعام الجماعة. فخامس الخلفاء حقيقة هو الحسن بن علي بن أبي طالب، ولكن بعض أهل العلم يعني يصفون عمر بن عبد العزيز بالخليفة الخامس نظرا لتشابه عهده بعهد الخلفاء، ظهور العدل والزهد الذي كان منه والتواضع، و أن يقتص من نفسه قبل أن يقتص من غيره، لذلك شبهه بخلافة الخلفاء الراشدين.
عن أنس رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل. وأنس عمر كما تعلمون، أنس عمر حتى تجاوز 100، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. أنس الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال والولد، فعمر حتى تجاوز 100، وكان من أكثر الناس مالا وولدا حتى أدرك زمان عمر ابن عبد العزيز وصلى خلف عمر، لأنه هو الخليفة، صلى خلفه. فقال أنس: ما صليت وراء إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني بذلك عمر ابن عبد العزيز، وكان آنذاك واليا على المدينة. عن سفيان قال: كانت العلماء مع عمر بن عبد العزيز تلامذة. عن أبي سعيد الفريابي قال: قال أحمد بن حنبل: إن الله تبارك وتعالى يقيض للناس في كل رأس 100 سنة من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، فنظرنا فإذا في رأس 100 عمر بن عبد العزيز، وفي رأس 200 الشافعي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه قال: على رأس كل 100، كل قرن هجري، يبعث الله في هذه الأمة من يجدد أمر دينها، من يجدد، يدعو الناس مرة أخرى إلى الدين والسنة والتوحيد. وهناك مجددون كثر عبر التاريخ، ربما من آخرهم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي خرج في بلاد نجد، المعروف الإمام الكبير. فكان المجدد على رأس 100 الأولى من الهجرة عمر بن عبد العزيز، والمجدد لهذا الدين على رأس 100 الثانية من الهجرة محمد ابن إدريس الشافعي، هذا الإمام الكبير، وستأتينا سيرته الماتعة في ما نستقبل من الأيام بحول الله وقوته. نختم سريعا. عن سهيل بن أبي صالح قال: كنت مع أبي غداة عرفة. في يوم عرفة كان هذا الغلام مع والدي، أو هذا الشاب مع والدي في يوم عرفة في الموقف في الحج، فوقفنا لننظر لعمر ابن عبد العزيز وهو أمير الحج، فقلت: يا أبتاه، والله إني لأرى الله يحب عمر. قال الأب: قلت: لما؟ مش دراك إن الله يحب عمر بن عبد العزيز؟ قلت: لما أراه دخل علي، لما أراه دخل له في قلوب الناس من المودة، وأنت سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبوه. إذا أحب الله عبدا ينادي جبريل، الله ينادي جبريل يقول: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. ولذلك ترى من الناس سبحان الله إذا رأيت أحد يعني تحبه مباشرة، ربما لا تكون بينك وبينه سابق معرفة، فالأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناهض منها اختلف. وهذا يعني من عاجل بشرى المؤمن في هذه الدنيا. خشيته، أو قال جويرة ابن أسماء: لما استخلف عمر بن عبد العزيز جاءه بلال ابن أبي بردة فهنأه أحد المهنئين وقال: من كانت الخلافة شرفته فقد شرفتها، ومن كانت زانته فقد زنتها، وأنت كما قال مالك بن أسماء: وتزيدين، يعني يمتدح امرأة زوجه، حتى لا نذهب بعيدا، يمدح امرأة زوجته، قال: وتزيدين أطيب الطيب طيبا، يعني أنت تزيدين الطيب طيبا، وتزيدين أطيب الطيب طيبا، أنت مسيه أين مثلك أين، وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينة. يعني أنت تزينين الطيب إذا مسستيه، وأنت تزينين الدر إذا لبستيه. فكذلك عمر زين الخلافة وشرفها، ولم تزينه ولم تشرفه. أما عن خشيته أيها الإخوة، فكانت له خشية عظيمة
من الله تبارك وتعالى. عن المغيرة بن حكيم قال: قلت لفاطمة بنت عبد الملك بنت الخلفاء وأخت الخلفاء وزوجة الخليفة، وهي أعرف الناس بحال عمر زوجها، قلت قالت لي فاطمة بنت عبد الملك: يا مغيرة، قد يكون من الرجال من هو أكثر صلاة وصياما من عمر. أدري هناك من العباد يفوق عمر في الصلاة والصيام. قالت: ولكني لم أر من الناس أحدا كان أشد خوفا من ربه من عمر، كان إذا دخل البيت ألقى نفسه في مسجده في بيته فلا يزال يبكي ويدعو حتى تغلبه عيناه، ثم يستيقظ فيفعل ذلك ليلته أجمع، يقضي ليلته بالاستغفار والدعاء والبكاء والخشة من الله تبارك وتعالى. وعن عبد العزيز بن الوليد بن أبي السائب قال: سمعت أبي يقول: ما رأيت أحدا قط الخوف أو الخشوع أبين على وجهه من عمر ابن عبد العزيز. وعن مزيد بن حوشب قال: ما رأيت أخوف من الحسن، الحسن البصري، تأتينا سيرته إن شاء الله، وعمر ابن عبد العزيز كأن النار لم تخلق إلا لهما. يعني من 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 كثرة الخشية والبكاء والخوف ومراقبة الله تبارك وتعالى الذي يراه يقول: كأن النار خلقت لهذا، مع ما له من القدر العالي عند الله أو بين الناس وعند الله تبارك وتعالى. أما عن زهده أيها الإخوة، وكما قلت لكم كان زاهدا، عن مسلمة ابن عبد الملك قال: دخلت على عمر ابن عبد العزيز أعوده في مرضه، فإذا عليه، طبعا مسلمة ابن عبد الملك هذا ابن عمه، مسلمة أخو فاطمة زوجه، قال: فإذا عليه قميص وسخ، قميص هو دشداش الثوب، فقلت، قال مسلمة لأختي فاطمة زوج عمر: فقلت لفاطمة بنت عبد الملك: يا فاطمة اغسلي قميص أمير المؤمنين. قالت: نفعل إن شاء الله. قال: ثم ذهبت وعدته مرة أخرى فإذا القميص على حاله متسخ ولبسه عمر، فقلت: يا فاطمة ألم آمركم أن تغسلوا قميص أمير المؤمنين؟ فإن الناس يعودونه، يدخل عليه الناس وبهذا القميص المتسخ. قالت: والله ما له قميص غيره. يعني كيف تغسله القميص الوحيد اللي عليه وهو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، وهذا لا شك من زهده في هذه الدنيا. قال أبو أمية غلام عمر أحد خدام عمر: دخلت يوما على مولاتي فاطمة زوج عمر فغدتني عدسا، فقلت، وهذا خادم، فقلت: كل يوم عدس؟ فقلت: كل يوم عدس ونحن في قصر الخلافة والإمارة؟ فقالت فاطمة: يا بني هذا طعام مولاك أمير المؤمنين. فكان هذا حاله رضي الله تعالى عنه ورحمه. أما عن ورعه رحمه الله فأيضا يعني كان له، يعني مثلا عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كانت له شمعة واحدة ما كان في حوائج المسلمين، فإذا فرغ من حوائجهم أطفأها ثم أسرج عليها سراجا. يعني إذا كان جالس في قصره وفي ديوان الحكم ليقضي أحوال المسلمين يأتي بشمعة ليرى يستضيء بها، هذه الشمعة من بيت المال، ثم إذا انتهى من حوائج المسلمين أطفأها حتى لا يستخدم أموال الدولة، شمعة أطفأها ثم أتى بسراج آخر له يملكه أضاءه. وهذا لا شك من ورعه إلى هذه الدرجة، خشي أن يستعمل هذه الشمعة التي هي من أموال المسلمين. وعن ربيع بن عطاء، وهذه يعني هذا موقف طريف، وعن ربيع بن عطاء قال: أتي عمر بعنبرة من اليمن، عنبر الطيب من اليمن، وهذه من يعني ترد لبيت مال المسلمين، فوضع يده على أنفه بثوبه، عنبر رائحتها طيبة، فوضع ثوبه على أنفه حتى لا يشم هذه العنبرة،
فقال له مزاحم: إنما هي ريحها يا أمير المؤمنين، لماذا يعني تجعل ثوبك على أنفك؟ قال: ويحك يا مزاحم، وهل ينتفع من الطيب إلا برائحته؟ يعني هذا مال المسلمين، إذا تمتعت بشمه هكذا ينتفع بالطيب. الطيب ماذا يؤكل؟ يشم الطيب، فلذلك لا أنتفع به. قال مزاحم الذي أتاه بالعنبرة، قال: فما زالت يعني فما زالت على أنفه، يعني يده بثوبه على أنفه، حتى رفعت هذه العنبرة وأبى أن يشمها لأنها من بيت المال. إلى هذه الدرجة. طبعا بعض الناس يقول هذا تنطع، لا مو تنطع، هذا الورع الحقيقي والقيام بالأمانة، هذه الأمانة العظيمة التي ينأى عنها الجبال الرواسي، حمل الخلافة. تواضعه أيها الإخوة، معلش طالت عليكم اليوم لكن قريبا إن شاء الله سنختم. تواضعه أو تواضعه، تواضعه كان تواضعا عظيما. عن رجاء بن حيوة قال: سمرت ليلة مع عمر بن عبد العزيز، جلس معه في الليل يتسامران على مصالح المسلمين طبعا. قال: فاعتل السراج، وإحنا جالسين السراج انطفأ، أصبحنا في ظلام، فذهبت أقوم أصلحه، يعني أخدم الأمير، فأمرني عمر بالجلوس وقام بنفسه فأصلحه، ثم عاد فجلس فقال: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز، وجلست وأنا عمر بن عبد العزيز، ولؤم بالرجل إن استخدم ضيفه. شوف قواعد، هذه قواعد في الأدب، قواعد في الضيافة، أبى أن يقوم إلا بنفسه. موقف آخر أيضا فيه شيء من الطرفة. عن عمر بن حفص قال: حدثنا شيخ قال: لما ولي عمر بن عبد العزيز بدابق، خرج ذات ليلة ومعي حرسي، أو ومعه حرسي، خرج وكان أمير ومعه حرس في الليل، فدخل المسجد فمر في الظلمة، ظلام في المسجد ما يشوف، فمر في الظلمة برجل نائم فعثر به، ما يدري داس ببطن شوي، وما يدري طبعا ما قصد، فرجل نائم ويوس واحد ببطنه فجأة، فرفع رأسه وهو لا يعلم أنه الأمير، فرفع رأسه إليه فقال: أمجنون أنت؟ وفي قصة أخرى أنه قال: أحمار أنت؟ قال: فهم به الحرس مباشرة، يضربوه يعني يأدبونه، فهم بهم عمر وقال: مه انتظروا. إشكال، ما قال شيء. قال: أمجنون أنت؟ قلت: لا، أنا عمر بن عبد العزيز، أنا ماني مجنون. والرواية الأخرى عندما قال: أحمار أنت؟ قال: لا، لست بحمار، أنا عمر بن عبد العزيز. وهدأ الموقف وسار. طبعا عاد الرجل، ما أدري عاد إذا نام أو ما نام، لم تأتي به الرواية. وعد، خلاص سنختم بهذا الموقف. كان متبعا للسنة مقيما لها، وما أحوج الأمة لخليفة يقيم السنة ويعز أهل السنة. فعن زيد بن مخراق قال: سمعت عمر بن عبد العزيز وهو يخطب الناس يقول: لولا سنة أحييها أو بدعة أميتها لما باليت ألا أعيش فواقا. يعني يقول: لولا أن بقائي في هذا المكان أحيي السنة وأميت البدعة لما أحببت أن أبقى في هذه الدنيا فواق. الفواق فواق ناقة، يعني قدر ما تحلب ناقة. هذه أمثلتهم، أنهم عرب، شو يعرفون غير الناقة والشاة، من بيئتهم. كذلك كان في زمان عمر، تسمعون أنتم الآن أيها الإخوة بعض الخطباء يختمون الخطبة بقولهم ماذا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، صح؟ بعض الخطباء يفعلون هذا الأمر. من أين أتت هذه السنة؟ أو من أين أتى هذا الأمر؟ من عمر بن عبد العزيز. كيف؟ في دولة بني أمية، وعمر من بني أمية، نظرا للخلاف الذي وقع بين علي ومعاوية، ومعاوية كان في الشام ودولة بني أمية في الشام، فأصبح بعض أهل الشام يتعصبون لبني أمية، بل تجاوزوا الحد في ذلك، أخذوا يسبون علي بن أبي طالب. كما أن في العراق، وكانت مقرة خلافة علي بن أبي طالب في الكوفة، تعصب له شيعته وتجاوزوا وأخذوا
يسبون بني أمية، وهذا من الجهل لا شك. وأهل السنة بريئون، بريئون براءة الذئب من دم ابن يعقوب، بريئون من هؤلاء الرافضة، وبريئون كذلك من هؤلاء النواصب. لا نسب عليا بل نحبه، ونحب أهل بيته، ونترضى عنهم، وحبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق. وكذلك لا نسب معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين الخليفة الراشد. فكان الناس يسبون عليا على المنابر في الشام. فعندما تولى عمر الخلافة هذا الإمام السني السلفي المتبع ألغى هذا السب، وقال بدل أن تسبوا عليا رضي الله عنه وقد حط رحله في جنات النعيم الشهيد السعيد، فقولوا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأصبحت هذه الآية يعني توارثها الناس، ولا شك أن المداومة عليها ليست من السنة، لأن عمر ليس مشرعا، إنما هذا اجتهاد منه، قال بدل أن تسب قل هذه الآية لينتفع الناس بها، لكن ما قصد عمر أن يجعلها سنة، لكن الناس هكذا مولعون بالشيء الجديد ويستمرون عليه. المهم هو الذي جعلها رحمة الله عليه رحمة واسعة. حقيقة الكلام فيه كثير. حضرته الوفاة في سنة 101، يعني 101، وهو قد ولد في سنة 61، فله من العمر 40 سنة. أنا عندنا مدقق هنا، يعني لازم أدقق على الأرقام، جزاه الله خير أخونا وحبيبنا أبو راشد. فله من العمر 40 سنة، صغير، مات مسموما، لأن من حوله من أبناء عمومته ما راق لهم لسوي عمر. ماذا فعلهم؟ أخذ منهم الأموال والضيعات التي أخذوها بغير حق، ومنع تسلطهم وتجبرهم على الرعية، فأقام الميزان القسط العدل، فما راق لهم ذلك، فأخذ تأمرون عليه حتى استطاعوا أن يرشوا أحد خدامه 1000 دينار، وأن يجعل السم في طعام وشراب عمر ابن عبد العزيز. تناول هذا السم وعرف أنه تناول سما، ثم دعا هذا الغلام. انظروا إلى حلمه، يعني واحد يحط لك سم، شو تسوي فيه؟ شو تسوي فيه؟ يعني ستقتله قتلة ما قتل بها أحد من الأولين. فدعه وقال للغلام ما حملك أن تجعل السم؟ ليش؟ بهدوء كلمة. فقال أعطوني 1000 دينار وحريتي. هذا مملوك، تبي حريتك؟ نجعلك حرا، و1000 دينار لكن اجعل السم في طعام عمر. قال عمر أين 1000 دينار؟ فأخذ 1000 دينار ودفعها لبيت مال المسلمين، ثم قال له اذهب ولا أحد يراك، وعفى عنه رضي الله عنه. عندما حضرته الوفاة وفي ساعة الاحتضار كان عنده فاطمة زوجه ومسلمة ابن عمه ابن عبد الملك، فقال لهم اخرجوا عني، اخرجوا عني. فخرجوا وهم يستمعون من خلف الباب، فقال مرحبا، مرحبا بهذه الوجوه ليست بوجوه إنس ولا جن. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، فاضت روحه إلى بارئها عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فسكت صوته، فقالت فاطمة لغلامها اذهب فانظر أمير المؤمنين. فدخل وإذا به ما احتاج أن يغمضه أحد، بيده اليمنى قد أغمض عينيه، وبيده اليسرى قد أغلق فاه، واتجه إلى القبلة رحمة الله عليه رحمة واسعة. لا شك أن الناس قد حزنوا عليه على هذا الإمام المجاهد، وعلى هذا الإمام العابد الزاهد العلم الورع، أمير المؤمنين أبو حفص عمر ابن عبد العزيز عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقد توفي وما ترك لأولاده إلا بضع دنانير يسيرة،
تقاسموها فيما بينهم، ولكن الله تبارك وتعالى أعزهم ورفع من شأنهم ببركة صلاح أبيهم رحمة الله عليه. قلنا توفي في سنة 101 من الهجرة، فعليه رحمة الله تبارك وتعالى. غدا بإذن الله عز وجل معنا شخصية أخرى من أعلام الهدى ومصابيح الدجى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.